اهلا بكم متابعينا، متابعي اليوم السابع في كل مكان. كل سنه وافات مصر بخير. ضعف النخيل ينتشر بالاسكندريه استعدادا لاحد الشعانين. لسان طيبين، لسان طيبين. قول لنا بتعمل ايه؟ الاشكال قلوب وصلبان وتيجان. تمام. وعاده يعني كل سنه بنعملوها يعني بمناسبه دخول السيد المسيح لاورشليم. ديت طقس الكنيسه يعني كل سنه حد الزعل. اللي هو بكره. كل سنه طيب. وانت طيب وادع علينا وعليك بخير يا رب. كل سنه ومصر طيب. كلها بخير. كل سنه ومصر كلها بخير. أشكال مختلفة من الزعف. بتعمل حاجات معينة ولا؟ بنعمل صلبان وقلوب. تمام. أنا شايف حضرتك حاجات مميزة فيها ورد وفيها. طبعا لازم يتزام كل شيء ورد طبعا، ولازم يتشد بسلك وكده وبتروع ويتنظف. تمام. عشان طبعا ديت عاده كل سنه بنعملوها. ماشي. وانت حضرتك طيب. عرفنا بقى الحاجات اللي انت بتعملها ايه. الحاجات اللي انا بعملها تيجان زي ما حضرتك شايف، زي اللي في راسي ده، وفي تيجان من الرفيعه دي شويه بتبقى خفيفه على الراس، وفي قلوب زي كده اهو، في قلوب بيضة زي كده اهو. وعندي حاجه اسمها شمعدان، وفي صليب زي ما حضرتك شايف. تمام. وبنطعم بقى الشغل بقى، نحط له ورده، اي حاجه تفرح ايه الاطفال وكل الناس اللي هي بتيجي تحتفل بحد الزعف اللي هو حد الشعانين اللي هو دخول السيد المسيح ارض اورشليم. احنا شايفين عندك يعني عرفنا شايف في تاج. ده تاج وده قلب زي ما قلت لحضرتك، وده قلب بدورين، وده صليب احنا بنعمله على ايدينا برضو، بيتحط له ورده في النص بيتطعم، وده شمعدان، وده قلب بدورين زي ما حضرتك شايف. وبنطعم بقى الشغل زي ما انت شايف كده اهو. وعلى قد ما ربنا بيدينا التفكير ان احنا نعمل حاجات احدث بنعمل، لان هو كان زمان ما فيش الكلام ده، كان زمان عندنا اللي هي الجيد ده بس، ما فيش حد بيعرف يدفر. فكل يوم طبعا بتنزل فكره احسن، حتى الناس اللي بتاخد تدفر في بيوتها اللي احنا بنباتوا الجمعه والسبت عشان نديهم الفوز ده، مش المتدفر عشان هم يدفروه، عشان يلحقوا الصبح يدخلوا الكنيسه يصلوا ويرشوا ميه. بتيجي طبعا انت بتنضفه وبتعمله. بنضفه طبعا وبروقه بحيث ان هو ايه يبقى سهل للزبون، لان الزبون برده بيبقى تطفيره غيرنا احنا خالص يعني. فلو الزعف هتاخد في ايدي 10 دقايق وممكن ياخد في ايده ساعه. بس تفكيره بيبقى يعني ايه بقى، طالما الحته في ايدك في البيت انت بتقعد تفكر في اشكال كتيره. تمام. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا، وشكرا خالص على كل كلمه حلوه بتقولوها في حقنا، وكل مصر بخير يا رب دايما السعاده علينا. سنة طيبين، كل سنة طيب.
يعني شايفين اشكال مختلفه احتفالا بغدا حد الزعف او حد الشعانين في محافظه الاسكندريه، تاجات وقلوب وصبان مختلفه. عمر كلنا اللوب دي بتختلف من شجرة النخلة، من النخيل. بتيجي من النخيل، بتيجي من الصعيد، بتيجي من عايد مع اخواتنا المسيحيين، كلنا بنبسط الناس، وهي عادة مش اكتر، هي عادة كلنا بنتبسط فيها كل سنة. كل سنة وانت طيب. وانت طيب وانت بسعادة. ده تاج اللي بتعمله؟ انسان طيب. احنا بنشوفك بتعمله ازاي؟ ربنا استاذ مساعد طيب. طيب استاذ. خليك عند جيرك. يعني كما نشاهد متابعينا طرق صناعة التاجات والقلوب من الزعف احتفالا بحد الزعف في محافظة الإسكندرية. انتشر بهاي الزعف بأشكال مختلفة وأنواع مختلفة وأحجام مختلفة، بتصفير زعف النخل بأشكال جميلة حبيه لدى الأطباق، على أشكال صليب مزينة بالورود وأشكال أخرى على شكل القلب والتاج وأغصان القمر. شكرا لكم متابعينا، متابعي اليوم السابع في كل مكان.
كنا معكم في بس مباشر حول أجواء احتفال الأقباط بالإسكندرية بأحد الزعف وانتشار بائعي الزعف. مصنوع من النخيل في شوارع الإسكندرية. تفضل عشان يا مستر.